السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اتفضل. أنا عندي محل بوغية، والكيلو البوغية الزبون بيجي يقول لي أنا محتاج كيلو بوغي، والكيلو ده بيبقى الشركة جايباه 750 جرام 700 حاجة زي كده، فهو بيقول لي هات الكيلو بديله الكيلو، هل علي أنا ذنب؟ لا، بين له، قل له الشركة قدرت الكيلو هذا 750 جرام، فتكون على بينة. بس هو مسمى فقط يا شيخ. فهمني أن هذا الكيلو يعادل 750 جرام، لأن هذا ليس عندكم فقط، شركات المربى مثلا. أننا شركة مربى، تقول مثلا أقول لهم أتوا لي علبة كيلو مربى، علبة واحد كيلو مربى، يأتونني بعلبة أوزنها في البيت أجدها 800 جرام، فلازم يبينهم، لا بد من البيان. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.